بسم الله الرحمن الرحيم. قارئ المكري أستاذ القراء محترم جناب قارئ نوید الحسن لکھوی حافظہ اللہ کو مائک پہ تشریف لاتے ہیں. میں ملتمس ہوں قاری المقری استاذ القراء محترم جناب قاری نوید الحسن لکھوی حافظہ اللہ سے وہ مائک پہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد ربك مقاما محمودا. إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.
وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سبيلاً
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا ما شاء الله بارك الله فيك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد
بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد أأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة كما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه وما أدراك ما العقبة
ترقمة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله ما شاء الله إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.